أعزائي المشاهدين، الأجواء الحالية أجواء باردة وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق ما بين 11 إلى 16 درجة مئوية، والحرارة المحسوسة أقل من هذه المعدلات. استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة سرعة 6 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أيضا حاليا طقس ضبابي على معظم المناطق في دولة الكويت، ومؤدي إلى تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية. حاليا على معظم المناطق وصل إلى أقل من 4 كيلو متر، ومتوقع أن راح تزيد أقل من ذلك، وقد تصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق. لذلك مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة، خاصة اللي حاضرين الحين من الشاليهات والمزارع، واللي أيضا كان عندهم كشتات في خارج المدينة وحاضرين حاليا، نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال هذه الأجواء، وكثر ما تقدرون عجلوا بالردة قبل لا تزيد أو تقل مدى الرؤية الأفقية أكثر خلال الساعات القليلة القادمة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء باردة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 16 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 77%، والرؤية الأفقية نوعا ما متراجعة إلى 4 كيلومتر، رياح حاليا غربية تصل سرعتها إلى 4 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب العالية المتفرقة على معظم المناطق في دولة الكويت. حاليا تقع دولة الكويت تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مؤثر علينا بتحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية. متوقع خلال الأيام القليلة القادمة أجواء راح تكون صافية خالية من السحب، مع استمرار الهواء شمالي غربي واستمرار أيضا الأجواء الباردة. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء راح تكون باردة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 11 إلى 14 درجة مئوية. استمرار في الهواء الشمالي الغربي خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أيضا الضباب وارد ومستمر معنا على معظم المناطق، واللي أيضا يصاحب تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية، اللي قد يستمر معنا حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد، مع استمرار الهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أجواء راح تكون صافية، سما صافية خالية من السحب، وأجواء أيضا في صباح يوم الغد راح تكون باردة، ومتوقع تصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين 8 درجات إلى 12 درجة مئوية. منتصف يوم الغد أجواء معتدلة، ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 17 إلى 23 درجة مئوية. أجواء مشمسة، سما صافية خالية من السحب، والهواء الشمالي الغربي مستمر معنا 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أجواء لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية، ومن ضمنها طبعا الأنشطة البحرية، لأن البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، وباشر أول أيام الفساد اللي تكون فيه تيارات الماء ضعيفة. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير بإذن الله راح يكون الساعة 5:12، شروق الشمس الساعة 6:37، وموعد أذان المغرب الساعة 4:53. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع في يوم الغد وكذلك في يوم الاثنين استمرار في الأجواء المشمسة، سماء صافية خالية من السحب، وأجواء أيضا معتدلة نهارا، وأجواء راح تكون باردة خلال فترات الليل المتأخرة، وأيضا خلال فترات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة 20 والصغرى المتوقعة ما بين 9 درجات إلى 10 درجات مئوية، وقد تكون الحرارة المحسوسة أقل من المعدلات المسجلة. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة في يوم الأحد 8 إلى 30، وفي يوم الاثنين ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. في يوم الثلاثاء راح تكون الرياح متقلبة الاتجاه، وراح تبدي تتحول تدريجيا إلى رياح جنوبية شرقية، ومعها راح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا. العظمى المتوقعة 21 والصغرى 9 درجات مئوية. في يوم الأربعاء والخميس راح تكون رياح جنوبية شرقية نشطة من حين إلى آخر 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق. العظمى 22 إلى 23 والصغرى 11 إلى 12 درجة مئوية. وبالتأكيد راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عن حالة الطقس في يوم الأربعاء والخميس خلال نشراتنا القادمة. الطقس الضبابي مستمر معنا اليوم مباشر وحتى نهاية يوم الثلاثاء، خاصة في الفترات المتأخرة من الليل، وكذلك راح يستمر حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي. لذلك مرتادين الطرق السريعة خلال هذه الفترات نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر، ولا تترددون أبدا في الاتصال بواحد واحد اثنين في حال احتجتوا إلى أي مساعدة أثناء القيادة في الطرقات السريعة. تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم.